أسعد الله صباحكم مشاهدينا الأعزاء في الموجز الإخباري من قناة الشروق. دعا نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو دعا أئمة المساجد والدعاة إلى تبني حملات توعوية وإرشادية للمواطنين لنبذ خطاب الكراهية والعنصرية والقبلية التي بدأت تنتشر وسط المجتمع السوداني. شدد دقلو خلال مخاطبته المصلين عقب افتتاح مسجد الحاج ليلى الكباشي بحي البشارة جنوب الخرطوم أمس، شدد على ضرورة محاربة أمراض الجهل والتعصب، خاصة الصراعات القبلية التي تحصد الأرواح وتدمر حياة المجتمع بالتشرد والنزوح. شاركت وزارة الثقافة والإعلام بجناح في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54 الذي تستمر فعالياته من 25 من يناير إلى 6 فبراير 2023. ومثل السودان مدير الإدارة العامة للثقافة بوزارة الثقافة والإعلام عادل أحمد سعد في اجتماع مديري الإدارات العامة للمعارض بالدول العربية والناشرين العرب، وذلك على شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب رقم 54. وأوضح عادل أن السودان يشارك بجناح كبير بالمعرض. شارك والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة السفارة الهندية بالخرطوم احتفالهم بالعيد الوطني 76 بحضور أعداد كبيرة من أعضاء الجالية الهندية بالخرطوم. وأشار الوالي للعلاقات التاريخية بين السودان والهند في مجال التجارة والتعليم، مؤكدا أن أفراد الجالية الهندية أصبحوا جزءا من المجتمع السوداني وهم مثال للتسامح، مشيرا إلى الأعمال الجليلة التي يقوم بها رئيس الجالية الهندية بالخرطوم دكتور أميل كومار. أكد المدير العام لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بشمال كردفان عبد الله عبد الرحمن محمد خير، أكد أن مشاركة الولاية في معرض الخرطوم الدولي في دورته 40 تظهر الفرص الاستثمارية المتاحة والصناعات المتميزة، وأضاف أن ما يميز ولاية شمال كردفان موقعها وتوفر الإمكانيات الطبيعية من أرض زراعية ومقدرات صناعية وعمالة مدربة وبنيات تحتية. وأبان عبد الله أن مشاركة الولاية تسهم في الترويج والتعريف بمقومات وإمكانيات الولاية الاستثمارية والسياحية في مختلف المجالات. تمكنت شعبة استخبارات الفرقة العاشرة مشاة بمحلية أبو جبيهة بجنوب كردفان تمكنت من ضبط كميات كبيرة من المخدرات في إطار حملاتها المستمرة التي تقوم بها من أجل السيطرة على الظواهر السالبة خاصة تجارة الممنوعات وضبط التفلتات الأمنية داخل حدود المدينة. إلى ذلك ثمن قائد ثاني الفرقة العاشرة مشاة الجهود التي بذلتها القوات في هذه الضبطية، مؤكدا جاهزيتهم للتصدي للأنشطة التخريبية والمظاهر السالبة التي تضر بالشباب والاقتصاد الوطني. المشاهدين الأعزاء، قدمت لكم موجز الأخبار من قناة الشروق. شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.